اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده من المطبخ المصري، ولما نقول مطبخ مصري سمعهس، مش ان احنا بنيجي على المطابخ الثانيه، لا، كلنا نعلم جيدا والعالم كله يشهد بكده، المطبخ المصري اساس المطابخ في الحاجات المحرمشه، يعني ملوخيه بالارانب، عكاوي، كوارع، الحاجات الجميله، دقيه باميه باللحمه الضاني، الكشك بقى ومشتقاته. فالنهارده معانا من الحاجات اللطيفه الحلوه، سبقنا العيد، كل سنه وحضراتكم بخير، وبالتاكيد لنا مفاجات في العيد الكبير وعيد الاضحى باذن الله تعالى، لنا مفاجات. هنعمل العكاوي النهارده بالفريك، والفريك ما يحب الشريك، هو بيقضيها كلام بس مع جوز الحمام تلاقوه بيهبط شويه ويقول لك ماشي الحال. هنعمله النهارده مع العكاوي والمستكه، ونشوف ازاي نكلف المستكه مع العكاوي والفريك. بالتاكيد الطاجن ده سمع هوس بيتكلم مصري. معانا النهارده الاطفال الحلوين هيعترضوا على العكاوي، يعني انا شخصيا ما حبيتش العكاوي غير لما كبرت، وكلنا كده واحنا صغيرين ما نعرفش حاجه عنها. فالاطفال على السفره بالتاكيد هنعمل لهم الحاجات اللي تناسبهم ويحبوها، فهنعمل لهم النهارده البيتزا بطريقه جديده. هنعمل البيتزا بالبطاطس والزيتون، هنشوف نعملها ازاي، هنقدمها بالسجق، نقدمها بلحمه مفرومه، بالفراخ. انا جبت النهارده معايا سوسيز او سجق، دي المسميات بتاعته، او الهوت دوج. معانا هنعمله بطريقه سهله وبسيطه. طبعا السفره لا تخلو من حاجه حلوه، انا معايا قرع عسلي من امبارح، جبت واحدة كبيرة وزنها 5 كيلو، عملت بيها امبارح حاجات حلوة، النهاردة هعمل بيها برضو مهلبية، ونشوف نعمل مهلبية القرع العسل ازاي مع جوز الهند. كلنا عارفين القرع العسلي غني بفيتامينات كتيرة وموسوعة من الفيتامين، منها مضادات أكسدة، يقوي المناعة، كالسيوم، معادن، فلازم نهتم بيه شوية حتى في الحلويات وفي الأكلات بتاعتنا. السفرة بتاعتي لا تخلو من طبق سلطة لطيف وجميل، يتصدره طبعا البصل بتاعنا من خير أرضنا مع الخل والفليفر الجميل مع زيت زيتون. بالتأكيد السلطة دي هتفتح لنا النفس، وناكل العكاوي وناكل البيتزا وناكل كل حاجة حلوة. المطبخ المصري له لمساته، له طعم تاني خالص، وخاصة مع الشيف المغازي. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اوعوا تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، محلك سرك يا ابو الشيف. التفاصيل هنا معانا، ازاي نعمل النهارده طاجن العكاوي بالفريك. هل الفريك بياخد وقت كتير في السوى؟ هل العكاوي بتاخد وقت اكتر؟ التفاصيل دي هنشوفها مع بعض دلوقتي. استاذن فريق العمل مقادير العكاوي على الشاشه، والصوره الحلوه بالفريك من خير ارضنا المصري بتتحدث عن نفسها. معانا اكوا موصيين الجزار عليها بقالنا اسبوع اهي، ومعانا فريك ومعانا بصل ومعانا حبهان وورق لورا وقرنفل، حاجات التحابيش بقى اللي هي بتدي فليفر وحلو، لان الشوربه لازم نخدم عليها. وما تنسوش طبعا الفلفل الاسود ده اساسي في طاجن العكاوي. طب هنبدا نشتغل ازاي مع بعض؟ الطاسه لازم تسخن جامد جدا على النار، لان العكاوي شويه متهمه بالزفاره، يعني اقول لك فيها زفره. فتعالوا مع بعض نشوف نعملها مع بعض ازاي من غير ما تبقى زفره. هنحط الاول معلقتين زيت صغيرين كده، وناخد معانا عشان تاخد الصدمه الناريه، فصين مستكه حلوين، ما نكترش من المستكه وتقولي ده هي مثلا عندي، لا ده بتمرر، خلي بالك، وتستنى على المستكه كده لما تديني الريحه الحلوه، ده الطبيعي اهو. الزيت ده دلوقتي مخلوط بالمستكه. العكاوي يا اختي يا امي يا خالتي يا عمتي يا ست الكل لازم تتغسل بميه ساقعه، اوعي في حياتك تغسلي لحمه او عكوه او كوارع بميه سخنه خالص. ليه؟ علشان ما ينفعش، لازم تتغسل بميه ساقعه علشان نستفيد بيها وما تبقاش زفره. طول ما هي العكاوي معاكي طازه وزي الفل كده، الميه الساقعه بتحتفظ بالدم جواها، غسلتها بميه سخنه هتبقى زفره معاكي ومش لطيفه. هنمسك العكاوي كده اهو بالشكل ده كده، الله، بدات اشم ريحه العكاوي قبل ما اكلها اهو مع المستكه. جزار طيب ابن حلال، طبعا العكاوي دي بالحجز لان هي تبيعها عكوه وهو بيبيعها كلها على بعضيها. بناخد الفلفل ده نحطه معاها كده بالشكل ده كده، معانا عود روزماري. ايوه يا فندم، هنحط كل حاجه باذن الله. حاضر، هنحط الروزماري، هنحط القرفه الخشب بالشكل ده كده، القرنفل بتاعنا، الحبهان بتاعنا بالشكل ده كده. مهمه جدا التفاصيل اللي انا بعملها دلوقتي، التوابل الجميله الحلوه دي لازم تتحمر في قلب الزيت،
لان الزيت ده الفليفر بتاعه هيتنقل للعكاوي بالشكل ده كده. عشان تاخد الصدمة النارية بقلبها، بعد ما بقلبها بغطيها لمدة 5 دقايق، دي مهمة جدا على فكرة علشان تاخد شكل. عندي الفريك بقى نشتغل فيه بعد كده. تلاحظ اللون اتغير هنا اهو. ايه الحلاوة دي اهو. طاسة لو مش سخنة معاكي مش هتديك اللون ده خالص. الحبهان مع القرنفل مع المستكة، الطعم هنا متوسع عليه. لازم نخدم على المرقة بتاعة العكاوة. عكوة حلوة، والأكلة دي مش هناكلها كل يوم في المناسبات، يعني جوزك لما يهف المزاج أكلها عند مامته، كان معزوم وشافها وعجبته، الجو ده احنا كلنا عارفينه. بالشكل ده كده أغطيها شوية، دقائق معدودة. هتغطيها ليه يا عم الشيف؟ علشان تاخد لون بسرعة. التفاصيل دي لازم. نيجي للفريك بقى، ابن عمنا ده. الفريك لما بنشتريه من أي محل بتاع إطارة أو عند بقال، في أوجاء في محلات بتبيعه بالكيلو وفي محلات بتبيعه أكياس مغلفة. لما تشتري الفريك لازم تشوف تاريخ الصلاحية، دي رقم واحد. رقم اتنين، لازم تكون حباية الفريك باللون الأخضر الحلو اللي حضراتكم شايفينه. لنا مشكلة مع الفريك إن إحنا بننقعه في مية كتير، لا الفريك ما يتنقعش في مية كتير. الفريك يتغسل مرة اتنين تلاتة زي الرز بالظبط، لأن الفريك ده طالع من القمح الأخضر، السنبلة وهي لسه خضرة. لسه ما استوتش، فالفريك بيطلع منها. ولازم نكون عارفين ان الفريك ده قيمته الغذائيه عاليه جدا، لان الحبوب الكامله قيمتها الغذائيه فيها كل حاجه الا حبيت القمح. فانا هنا بغسله مره واثنين وثلاثه، وبعد كده اصفيه من الميه واخليه على جنب. هي دي الشطاره. هي وهو لوحده بقى هتلاقيه خد الشكل الحلو ده كده. وترش عليه شويه بهارات من القرفه الناعمه، الفلفل الاسود، يوم يشرب منها وتبقى حبايه الفريك جاهزه بالشكل ده كده. دي المرحلة اللي لازم تتم في الفريك لحالة لما استخدمه في حمام، في فراخ، زي ما أنا عايز. في حلة تانية على النار. هي برنس النهاردة أنا محظوظ معايا الكبير أحمد عوض بيخرج الحلقة، والله العظيم محظوظ. طيب حاضر، ما أقدرش ما تعرفني. عندي العكاوي شايف الحلقة هي دي نديها الفلفل الأسود ولسه ما استوتش على فكرة، ده أنا مجهز لها الكوشة، مجهز العكاوي دي يا عم احمد الكوشه. ايه الكوشه بقى؟ بوكي جرنيه، جزر، كرفس، بصل، ثوم، حبهان، ورق لورا، وفي حله بتغلي كل ده على النار. عود كرفس قابلني في السكه، عود كرات قابلني في السكه، كل ده مع بعض. فلفل الاسود المجروش ده كده مهم جدا. وامسك العكاوي كده ادلعها، خدت اللون. اخد الكرات الحلو اللي معانا ده كده انزله في قلب الشوربه. هي دي الشوربه، شفت الشوربه وشكلها؟ شفت البوكي جرنيه المسمى العلمي بتاعه الطهوز بيسموه؟ يعني حله متوسع عليها، شوربه متخدم عليها، فيها بصل، فيها جزر، فيها كرفس، فيها كرات ما كانش في الحسبان انا جبته، معلش يا استاذه رحاب ده لقيته في طريق جبته معايا، وفيها بصل كويسات اهو زي الفل. العود الكرات في قلب الشوربه ده بينقلها لمكان تاني. الشوربه كده جاهزه. باخد العكاوي زي ما هي كده اسقطها هنا. طازه. واحد حبيت وصيت عليه والله العظيم قال لي لسه يا شيف طازه. العكاوي مع الفريك. شفت احنا المصريين مشهورين بالفريك، حمام بالفريك، بتيجي الدنيا من اخر كل السياح من اخر الدنيا ياكلوا عندنا جوز الحمام بالفريك. والله العظيم يقول لك رحت مصر اكلت حمام بالفريك عند اسماء كده في مطاعم. جميل جدا يا اخي، له طعم تاني عشان الفريك يا اخوانا من الارض الطيبه. ايوه حاضر. وطبعا التليفون بتاع اسوان الناس الطيبين انا بحبهم طبعا، هنعمل كل حاجه جيتوا بالمناسبه. احنا بنحضر نفسنا من دلوقتي للعيد الكبير عشان نعمل مفاجآت ان شاء الله ونشرح تفاصيل الذبيحه. الفريك انا حطيته على النار مع البصله والثوم، انا ما حطيتش بصل وثوم، انا حاطط بصل وثوم في البوكي جرنيه بتاعي. انا شوحت العكاوي بالمستكه والبهارات العربيه اللي هي القرنفل والحبهان اهو بالشكل ده كده. فانا الفريك بحمره هنا مع تومه وبصله وبقيه البيون والزبد اللي نزل من العكاوي، البهريز اللي نزل من العكاوي. الفريك كده بتوصى بيهم بقى اديهم طعم، خلي بالك ده ما مطلوب، لان الفريك ده لازم ياخد غلوه على النار، لازم ياخد غلوه على النار مع التوابل اللي انا حطيتها دي، مهمه جدا على فكره. العكاوي هنا بتستوي في النار، يعني احنا كده ايه شغالين في كل الاتجاهات زي ما بيقولوا. بوتجازنا ينضف كده عشان الصوره الحلوه تطلع زي الفل اهو. وبوتجازنا تمام، شايفين الفريك على النار؟ طبعا انا بس التفاصيل دي مهمه جدا. الفريك اتشوح مكان العكاوي
وخدناه بالتوابل وحطيناه بالشكل ده كده ونسيبه على النار يستوي. معانا العكاوي بتستوي في البوكيه جارنيه بتاعنا كده. الاثنين جاهزين، هنعرف الاثنين مع بعض والاثنين يجمعهم كاسرله طاجن فخار بايركس حسب الرغبه وندخلهم الفرن مع بعض، هيطلعوا بعد كده نقدمهم مع السفره بنفس الطاجن. تسمحوا لنا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل نشوف طاجن العكاوي بالفريك من المطبخ المصري النهارده، مهلبيه القرع العسلي بتاعنا الجميل، وما تنسوش بيتزا حلوه للاطفال اللي هيعترضوا على العكاوي. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. بيسالوني انت في الفاصل دايما بتعمل ايه؟ طبعا الساده المعجبين يعني، والله في اسئله كتير بتسالها، مين بياكل الاكل؟ ومين وبتعمل ايه في الفواصل دي يا شيف؟ المشاهد الكريم اللي انا بحبه ولنا 10 سنين مع بعض بيهمه التفاصيل الصغيره دي. انا عندي قرع عسل هعمله مهلبيه، عندي العكاوي بتستوي على النار مش هقف جنبها، وانا عايزك كده في المطبخ، والفريك على وشك ان هو يستوي، والاثنين هيخشوا مع بعض النار في طاجن بايركس او في ازاز او في فخار زي ما احنا عايزين. فبعمل ايه في القرع العسلي؟ جبت الشوكه لان انا عايز تفاصيل القرع العسلي تبان في المهلبيه، وهرسته بالشكل ده كده. ده القرع العسلي اهو. ممكن تعملها بالبطاطا على فكره، البطاطا الحلوه بتاعتنا اهو. شفتي القرع العسلي ده ازاي؟ اهو بالشكل ده كده. وعندي حليب بحطه عليه كده واسيبه يعيش شويه مع بعض. الخطوة دي مهمة جدا، اشتغلتها في الفصل عشان تعرفوا ان كل دقيقة وكل ثانية في البرنامج بنستغلها حبا في حضراتكم، اه نستفيد بيها، اه. واسيبه على النار. هنحط السكر بعد كده والفانيليا والنشا. اسيبه كده وابعد عنه ونكمل مع بعض طاجن العكاوي، اه. مكعبين زبدة في قلب الفريك، نطريه شوية. الفريك بيحب الزبدة، يحب السمنة، الحاجات الحلوة دي لأن بتخليه طري. مكعبين الزبدة دول حلوين، معلش سامحوني. اهو طيب اهو القرع العسلي تاني، هرسته جامد، وبعد ما هرسته حطيت عليه. تاخد دي كده مع بعض، اصبروا علينا شويه اللي بيتصلوا حبايبي، احنا عايزين نشرح كل حاجه، فلو قعدنا دقيقه كده مستنيين الشيف المغازة عادي انت الكسبانه والله في الاخر. هناخد مع بعض الفريك ده كده، اللهم صل على النبي، فرسان التلفزيون المصري، ايه الحلاوه دي؟ ده الفريك واخد من العكاوي. يا نعم، سؤال من الكنترول، ينفع نعمل الشغل ده مع الكوارع؟ الاثنين مدرسة واحدة، نفس الطريقة. اللي عملته مع العكاوي أعمله مع الكوارع. واللي عملته مع الكوارع والعكاوي أعمله مع لحمة الراس. هناخد ده كله مع بعضه؟ يلا. وناخد بقية الفريك يا عم الشيف. درجة حرارة الفرن كام؟ 180. الفريك مستوي. والعكاوة اعتقد ان هي في طريقها للسوى، ما بتاخدش وقت كتير في السوى لان موصي الجزار يجيب لي عكوه صغيره على الوش كده. انا حابب الكراد ده بجد والله، بيبقى طعمه حلو قوي. واخد الجزره دي برضه احطها كده تدي برزنتيشن للطبق. خلي بالك مهم جدا، في هنا كمان ايه؟ بصله. بموت في البصل الصغير الكويزات ده لما بحطه مع الحاجه دي اهو. على فين يا شيف؟ في الفرن. قرن فلفل حار، نحط قرن فلفل. كان جوزك يحب الحار ولا حاجه ياكل ده يفتح له النفس كده اول ما ايه يقعد على السفره. اتحط هنا برده برزنتيشن لعود الروزماري. انا عايز احط كل حاجه حلوه في الطاجن ده يطلع كده ايه زي العروسه في الكوشه. اللهم صل على النبي. اهو اهو يلا يلا خش اهو اهو يلا اهو حاضر اهو يا فندم. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ من الفرن الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها اهو. ايه ده؟ ابداع يا اخواتي النهارده. ايه الجمال والحلاوه؟ ايه الشغل الجميل الحلو ده يا شيف؟ العكاوي بتتكلم مصر واقسم بالله في قلب الطاجن. طيب تعالوا مع بعض نعمل البيتزا، لان مهما اعمل في العكاوي للامانه مش هيخش على الاطفال، يقول الاطفال عكاوي الاسم حتى مش حلو. ايه عكوه؟ وبعد وخلي بالكم اول ما يعرف ان العكوه دي هي ديل الذبيحه هيقوم يجري في قلب البيت، لان هو صغير الديل ده كان ممكن يخبطه في راسه، احنا كلنا كده ما احنا فلاحين. ولكن نعمل لهم حاجة حلوة تحبهم يحبوها يعني. هعمل بيتزا النهاردة. البيتزا اللي هعملها النهاردة بطريقة تانية خالص. بيتزا جبت بطاطس حمرتها كأني هاكل بطاطس يعني، وبعد ما حمرتها كويس بشكل كده رصيتها في قلب الصينية على معلقتين من زيت الزيتون أو ورقة زبدة بالشكل ده كده. المرحلة دي صعبة شوية أو بتاخد وقت كبير شوية، أنا عديتها. ومقادير البيتزا على الشاشة. تاني بطاطس مقلية حلو قليناها،
تحط لنا شويه ملح صغيرين، ومعانا زيتون، ومعانا جبنه موزاريلا، ومعانا هوت دوج او سوسيز، ومعانا شويه فلفل بلدي او فلفل رومي، وحابه تحط طماطم اختياري، زعتر ده مهم جدا، او روزماري ده بيتحط طبعا على وش الجبن. دي المقادير ببساطه خالص. المقادير فيها بيض وفيها دقيق. هنعمل العجينه بتاعه الايه البان كيك او الكريب. اهو ركز معايا عشان الموضوع ده مهم برضو. تاني اهوت اهو 2 بيضه، حاجه جديده كده جربيها وقولي رايك فيها بالشكل ده كده. بنحط على البيض ده شويه حليب. اصبحت ان البيتزا دي هرم غذائي، فيها بروتين فيها نشويات فيها كربوهيدرات فيها كل حاجه زي ما احنا شايفين كده. هنخلط دول كلهم مع بعض عشان لما نقول حقوق الطبع لدينا وبس، مش من فراغ، خبره السنين. انا حطيت البيض مع الدقيق بالشكل ده كده للقوام ده كده اهو، بيض ودقيق، احط شويه بيكنج باودر، احط ذره سكر صغيره، حطيت انا السكر حلو، احط شويه زيت. الخليط ده هيتحط على وش البيتزا دلوقتي اهو، بس خلاص. ونقلب دول مع بعض ونحطهم على وش البيتزا. يلا يلا، ايه الحلاوه دي؟ ايه الاطفال النهارده هيهيسوا. اهو 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 اهو، عشان ما يعني ما كلهمش تاكلوا عكاوي، لا احنا بنعمل لهم الحاجه اللي بيحبوها. بس عملت لهم بيتزا بشكل تاني خالص، بما ان احنا عاملين على السفره عكاوي حاجه جديده، برضو لازم نعمل لهم حاجه جديده عشان ما يهربوش مننا. هنوزع العجينه اللي عملناها دي كده على الوش. اللهم صل على النبي، بالشكل ده كده بالراحه. درجه حراره الفرن عاليه، دي هتتحط في ارضيه الفرن. نحط بقى على وشها ايه؟ جمبري مش هيقول لا، لحمه مفرومه مش هتقول لا، سوسيس زي اللي معايا دلوقتي مش هيقول لا، دجاج متقطع مكعبات عندك، صدر فرخه كنت عامله شويه ملوخيه امبارح وبقى عندك نص فرخه تجيبيها تقطعيها مش هتقول لا، وهكذا. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ معانا زيتون، اللهم صل على النبي، نشيل ده من هنا ونجيب سكينه كده ونقطع الايه؟ الهوت دوج ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم، ونخليها هنا كده. بنحط الهوت دوج او السوسيز او المجارك بالشكل ده كده اهو، دي لها مسميات كتيره في بعض المطاعم اهو، دي في منها الفراخ وفي منها اللحمه البيف يعني اهو، بالشكل ده كده على الوش. عايز نزود كمان؟ نزود، انت كريم واحنا بنستاهل اهو. حلو اهو بالشكل ده كده اهو. معانا جبنه موزاريلا هتتحط دلوقتي، ومعانا زعتر. عينيا، حاضر 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 يا فندم. هنحط جبنه زعتر اهو. عايزه تحطي فلفل رومي حطي، بس انا مش عايز بصراحه، يعني الاولاد بيحبوا الفلفل الرومي مع ده حطيها، ممكن نحطها برزنتيشن كده يعني اهو. ممكن تحط شويه ريحان متقطعين كده فله اهو. معانا زعتر كمان، بحب الزعتر انا مع الجبنه الرومي على فكره. درجة حرارة الفرن كام؟ 180. بس قبل ما ادخلها الفرن عايز اقول تركية هنا عشان حبايبي اللي بيتابعوني اهو اهو. ايه التركية؟ التركية اللي هنا بتقول ان انا لما عملت الخلطة بتاعت الكريب حطيتها على وش البطاطس، البطاطس هنا متقطعة اصابع وحطيتها جنب بعضيها راصصها. مهم جدا الخلطة اللي انا عملتها دي هتمسك كل ده مع بعضيها، وفي الاخر احصل على عجينة زي عجينة البيتزا. البطاطس تتصدرها في القائمة الأولى، أصبحت إن دي هرم غذائي، فيها البروتين النباتي والحيواني وفيها النشويات وفيها الكربوهيدرات وفيها كل حاجة حلوة. هندخلها الفرن في درجة حرارة 180، ومن جور السعيد بيسعد. معانا طاجن عكاوي ومعانا بيتزا في أرضية الفرن، ونقفل الفرن بتاعنا لمدة 20 دقيقة. إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ عينيا أهو أهو أهو، نظرة في ابتسامة مع بيتزا للأطفال الحلوين اللي هيعترضوا على العكاوي، ومعانا طاجن عكاوي جميل زي الفل. وعايز اقول مهمه جدا، معلومه مهمه،
لما اجي احط البيتزا في ارضيه الفرن اشوف مكونات ايه. لازم تتحط في ارضيه الفرن لان هنا نار طالعه، فانا عايز اعمل صدمه لعجينه الكريب اللي انا عاملها مع البطاطس مع الخلطه الحلوه. في الاخر الجبنه هتتحمر في الوقت اللي استوت فيه البيتزا، دي مهمه جدا على فكره، لانك لو حطيتها على الشبكه الجبنه هتحمر قبل العجينه ما تستوي. نطلع فاصل صغير ونرجع للمعلومه الغير معلومه والافكار البسيطه السهله من المطبخ المصري. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وشاغل ذهني بالمهلبيه، وفي مشكله هتحصل هنا لو اللبن ده شط منا على النار وفي القرع العسلي ملوش علاج. عشان نتكلم الصراحه كده عشان ما نضحكش على بعض، في حاجه ملهاش علاج، الكيكه لو شطت في الفرن الريحه بتطلع في الكيكه كلها، واللبن لو فر على النار ريحه الجيران بتشم الريحه بتاعته. عشان نتكلم الصراحه، اللبن هنا انا شاغل راسي بيه طبعا، من وقت للتاني بقلبه على نار هاديه، بس وقت التنفيذ حطيته على نار شديده عشان يبكبك معايا كده. وبالنشا والحليب اللي انا محتفظ بيه هنحطه دلوقتي، وحطيت ذره فانيليا، وحط السكر بتاعنا، ممكن تحسن منه حط عسل زي، بس القرع العسلي برده مش عايز سكريات كتيره لان هو كده كده حتى اسمه قرع عسلي المسمى. ناخد النشا بتاعنا اللي احنا مقلبينه في شويه حليب، نسقطه كده بالراحه اهو. يلا لحظه الولاده للمهلبيه بالقرع العسلي اهو، ده القوام طلع في ثانيه لان بحطه وهو بيغلي دي حاجه جديده يا شيف والله، يعني انا كده باكل مهلبيه بالقرع العسلي، يعني اليقطين يعني قيمه غذائيه عاليه جدا وله فوائد كتيره قوي، والموضوع اصبح سهل جدا. عايز اعرف فايده القرع العسلي بالتليفون بتاعي وكبسه زر، فايده اليقطين او القرع العسلي. احط شويه جوز الهند كده اهو اهو، انا بحب دايما جوز الهند تغلي مع المهلبيه اهو 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 اهو. القوام شايفين اهو، حاضر عيني، حاضر حالا، انا عارف انت عايز ايه يا ابو حميد اهو حبيبي اهو. ايه الجمال والحلاوه دي اهو اهو ده. شفت القوام ده وهو بيغلي على النار؟ لازم تحصلي على القوام ده علشان ما تجمدش منك وتحطها في التلاجة ترجع بعد كده تلاقيها اسمنت تيجي تاكليها ما تعرفيش. خلي بالك في حاجات مهمة جدا، تحصلي على القوام اللازم في حالة الغليان، معلومة غير معلومة. جوز الهند لما تغلي مع المهلبية بتاخد القيمة الغذائية والزيوت الطيارة اللي موجودة فيها اللي بتفيد الشعر والبشرة اهو، هنغرفها مع بعض بسرعة اهو، وفيها جوز الهند. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ اهو مهلبية القرع العسلي مخلوطة بجوز الهند. حاضر يا فندم، بيقول لي العكاوي فين؟ جريت رقنا من الصبح من أول ما الحلقة بدأت، عايزين نشوف العكاوي حالا. نزينها بقى بشوية قرفة ناعمة اختياري، تزينها بجوز الهند اختياري، تحط عليها صوص فراولة اختياري، تحط عليها صوص شوكولاتة اختياري، ولادك بيحبوا إيه أنت عارفة؟ انا بديك الفكره وانت وظفيها زي ما انت حابه. انا شخصيا احط عليها شويه جوز الهند زي الفل. ممكن اعمل حاجه حلوه كمان عشان الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها، عندي قرفه ناعمه. فين القرفه؟ مفيش قرفه موجوده اهي اهي اهي، الحمد لله. حلو، بحطها كده يا ويلي، رشه صغيره كده حلوه تمام. نشوف العكاوي مع بعض. لا 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 لا، ايه الحلاوة دي يا شيف؟ تتكلم مصري، الأكلة دي أكلة مصرية، ناكلها في الصين هي مصرية. في الفرن أهو، عايز تعور إيدي يا أستاذ أحمد. أستاذ أحمد عوض النهاردة مشغلني على أصوله، حبيبي حبيبي أهو. طب أعمل إيه؟ مش قادر أهو، في الفرن حاضر أهو أهو. طيب طيب، عايز اقول حاجه، عايز اطلعها من الفرن، عايز اطلعها من الفرن. لازم الساده المشاهدين يعرفوا يعني رئيس القناه نفسه اللي بيخرج الحلقه، فدي حاجه جميله، في اهتمام في شغل، يعني عشان بس نوصل للي احنا عاوزينه، ان الواحد لما بيشتغل بحب وبيباشر العمل بين اي حد، لو صاحب مطعم حتى، مش محاسب في شركه، شغال في ورشه، بتباشر عملك وقاعد عليه، انت ناجح ثم ناجح ثم ناجح. شايفين مع بعض الفريك مع العكاوي؟ وقال لك ايه؟ الفريك ما يحب الشريك. قال دلوقتي كل العكاوي وسيب الفريك، او كل الفريك وسيب العكاوي. البيتزا بتاعتنا مطلعها فوق تاخد وش بالشكل ده كده، العجينه خلاص استوت. انا معايا طبق سلطه عايز اعمله، معانا وقت يا استاذ رحاب؟ اهو 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 اهو
ايه الجمال ده؟ دي بيتزا بعجينه البطاطس. طب هنعمل دلوقتي طبق سلطه، سبته للاخر لان دايما الحلويات السلطه الحاجات اللي ممكن تاخد وقت في الرسم نسيبها للاخر. يعني ايه مغازي؟ طبق السلطه لوحه فنيه وعنوان وحجه لست البيت تعبر عن حبها واحاسيسها ومشاعرها اتجاه جوزها واسرتها. كل ده يا شيف؟ والله العظيم. والدليل على كده اعملي سلطه تبوله ولا فتوش وحط له ورده كده من طماطمايه معموله، او برتقانيه اعملها ورده، او ليمونه صفرا. يا بلاش الليمونه الصفرا، حلو الكلام، بس الورده الصفرا على ما اعتقد بتوع الورده قالوا لي علامه العشق والحب، مش عارف صح ولا غلط. المهم بتبقى رساله حب ان انا عامله لك ورده على طبق السلطه. هيقول تستبيدك يا حبيبتي الورده دي لك يا حبيبي، الكلام هياخد ويد هنا، واللي نطلب النجفه بقى، نطلب السجاده، نطلب خروف العيد، زي ما انت عايزه، انت عملت اللي عليك. طبق السلطه مقاديره على الشاشه: خضار متقطع، جزر، سوري، خيار، جرجير، بصل اخضر، فلفل الوان، معانا جرجير ومعانا بصل اخضر ومعانا خس كابوتشا، كل دي المقادير، وليمون وزيت زيتون وخل. حلو، تعالوا شوفوا طبق السلطه ده هنقدمه لحضراتكم ازاي بطريقه سهله وبسيطه. نجيب طبق كده حلو. عينيا. حاضر. يابا يابا يابا. الله العظيم حبيبي. عايز اقلب السلطه دي دلوقتي مع حضراتكم كده. طيب تقطيع الخضار مهم جدا، وعلى فكره برضو لما بتعزم بره او في اوبن بوفيه او حد يعزمني، من شكل السلطه وتقطيع الخضار بقول ان الست دي عامله الاكل بحب ولا لا. ما يهمنيش بقى الحمام ولا العكاوي ولا الكوارع، يعني ممكن تكون جايباها من عند حماتها مثلا، مامتها عامله لها الكوسه، حد مقورها والحاجات دي كلها، انما تمسك السكينه وتتفنن في تقطيع الخضار، ده عامل مهم جدا وده عنوان للاهتمام. هناخد الخضره دي كلها نجهز الاول الدرسنج بتاع السلطه اللي هو الصوص او البهريز او الصلصه بتاعتها مع بعض. زيت زيتون. حلو قوي. ده اهم حاجه. زيت زيتون. وزيت الزيتون على الني ما تخافيش منه، مفيد للجهاز الهضمي، بيعالج مشاكل الامساك، بينشط المعده، بينشط القولون، الحاجات دي كلها احنا عارفينها. شويه ملح وشويه فلفل في السلطه، لان ممكن البعض يقول للشيف حاطط زيت كتير. اخواننا اللبنانيين والشوام بيحبوا التبوله غرقانه وعايمه في زيت زيتون. حلو الكلام. حلو الكلام. حطي مع دي بصله ناعمه، فص توم ني في السلطه بشقيه، خليها شقيه اهو، شويه نعناع يابس. طالما حطيت توم ني بحط نعناع، اوعى النعناع اليابس، نعناع متنشف ومتحمص، كل دول مع بعضيهم. عصير ليمون، ونقلب الصلصه دي كلها مع بعضيها. حلو الكلام. حلو الكلام. دي اهم حاجه، هو ده الطعم. حلو، نخليها على جنب كده. وعندنا خس كابوتشا، باخد الخسايه الكابوتشا الحلوه دي كده، دورنا على البلدي لانها خلص. طبعا ما تنسوش في بيتزا في النار. حلو، باخد الخسايه دي كده. الخضروات الورقيه او اي سلطه فيها خضروات ورقيه، كلام ده لكل الساده المشاهدين، نصيحه: نتبلها لما كلنا نتجمع على طبليه واحده، على سفره واحده، والكبير بتاع القعده يجي علشان السلطه تتبل، تقوم تبان شخصيتها. السلطه اللي فيها ورقيات لما بنتبلها ونحط عليها خل ولا نحط عليها زيت زيتون ولا ليمون، بعد دقائق معدوده بنلاقيها هبطت كده وشكلها مش حلو. حلو الكلام. دي مهمه جدا على فكره. هناخد الخضره دي كده. حطيت توم اهو، التوم اهو، حطيت توم والله اهو، حط جرجير وخيار، كل دول مع بعضيهم. انا بحب السلطه المخلوطه دي بقطع صغيره واكلها بالمعلقه كده، وخاصه مع العكاوي. اكله سمك يبقى برضه تحط معاها كل ده زي الفل يا عم الشيف. وننزل بالصلصه دي على الوش كده. يا ويلي، هو ده. دايما بتشوفوا طبق السلطه بطلع بيه جاهز. النهارده حبيت اعمله مع حضراتكم لان المطبخ النهارده مصري، ولما بيكون المطبخ المصري بيبقى دايما فيه تحابيش. حلو الكلام. حتى عند بتوع الكباب والكفته يجيب لك شويه سلطه حلوين كده ويقول لك هم دول كده، هم دول بهريز. نقلبها كده زي الفل. اعلن.
بيقولوا لي في الكنترول الحلقه دي هنعيدها يوم الخميس ان شاء الله. شفت حبنا لحضراتكم ازاي؟ نجتهد ونفكر ونفكر في المستقبل. يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله الحلقه دي هنعملها معاده، ويوم الجمعه بنعمل حلقه سمك بعد الصلاه مباشره. وانتظروا مننا ان شاء الله وباذن الله تعالى كالعاده على شاشه القناه الاولى مفاجآت في العيد الكبير، عيد الاضحى، تفاصيل واللوكيشن وعنوان الخروف وكل ده مع بعض ان شاء الله، وحلويات الخروف. السلطه جميله، نجيب لها طبق حلو تستاهله، نغرفها مع بعض. الطبق الحلو ده عينيه. حاضر، عايزين نشوف البيتزا اخبارها ايه. لسه شويه. حلو، نغرف السلطه دي كده. اللهم صل على النبي. لا السلطه بقى، الله عليك، والمصحف مبدع. الاستاذ لما يتكلم التلميذ يسمع باذن صاغيه. ايه الجمال ده؟ شفت السلطه؟ ايه الحلاوه دي؟ متبله، عشان كده اتبلتها وقلبتها كلها. فص التوم الني يا اخوانا في قلب السلطه مع شويه نعناع مفروكين، بياخد السلطه دي بينقلها يوديها بيروت. زي الفل. تمام، نروق الدنيا علشان الصوره الحلوه. نعم، حاضر. المخرج الجميل بيقول لي انا عايزك تشوف تعمل ورده الطماطم ازاي، اللي بتقول لي معنى للاحاسيس والحب. حاضر، هنا طماطمايه هنا. والله مرزه بيختبرني. بتجيب سكينه وطماطمايه ناشفه شويه، ما تكونش طريه، وتيجي من على بوز الطماطمايه من فوق كده تشكها بالسكينه كده. تاخدها كده واحده واحده. شفت حاجه صغيره ما كلفتكيش اقل من دقيقه اعتقد، يعني 30 ثانيه. قرايب مصطفى الشافعي يقول لك 30 ثانيه و20 ثانيه بيحسسني الوقت كله معايا، فجاه الاقي نفسي طالع على الشاشه هوا. شفتي في اقل من ثانيه طلعت الورده. يعني اطلب النجفه اللي انت عايزاها، اطلب السجاده اللي انت عايزاها، اطلب الخروف. مش معناته انك بتضحك عليه، لا، بتقولوا له يا حبيبي انا عايشه معاك ومخرجاك من المود وعامله لك ورده حلوه وعلى طبق السلطه. حاضر يا فندم. خلصت والله اهوت وهجري. شفت الطبق السلطه ده؟ شكله اختلف. مركب. حلو الكلام. زي الفل. خلونا نطلع مع بعض البيتزا بتاعتنا من النار. نشيل ده كده من هنا. زي الفل، هنطلع البيتزا مع بعض. اللهم صل على النبي، نوسع للبيتزا. بسم الله يا رب، حتى ربنا مبارك في الوقت النهارده. ايه الحكايه يا اخوانا؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ لسه هو ده. اللهم صل على النبي. تمام، البيتزا بتاعتنا لطيفة وجميلة، بتتقطع طبعا مثلثات مربعات، طاجن عكاوي من المطبخ المصري، بيتكلم مصري بخفة دم مصرية. عملنا طبق سلطة خضراء متبل وفيه التوابل وفيه البهارات الحلوة. عملنا كمان بيتزا حلوة للأطفال الحلوين اللي هيعترضوا على شكل العكاوي ويقول لك يا ماما مش عايزين عكاوي. الحلو بتاعنا النهاردة مهلبية بالقرع العسلي، يعني موسوعة من الفيتامينات، قيمة غذائية عالية جدا للصغيرين وللكبار. رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.